مبروك رمضان وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. امين. ما يعطيك الصحه اللي تقدم فيه في نوبه. الحمد لله سيبيان معناتها قاعد الحمد لله الاولاد الكل يعطينا الصحه من عبد الحميد بوسناق ليزاكتور الكل التقنيين اللي خدموا في النوبه الكل فهمني يعطيهم الصحه برشا حب برشا برشا ضحك برشا غناء وربي يوفقنا اجمعين وربي يوفق المسلسلات الاخرين زاد الكل هذا كل وجه تونس فهمتني وكاو وجه تونس مزيان رمضان السنه ولا من بعد بشوي؟ اكيد مزيان كل عام وجه تونس مزيان. لا في الاعمال تو انت قلت وجه تونس مسلسلات شوف رانا في اللايف كفو قلت وجه تونس مسلسلات قلت لك عجبك وجه تونس السنه ولا كان ينجم يتحسن خير؟ باهي 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 فما ولاد مفيده باهي وقلب الذيب زاد باهي والنوبه معناها انتم تعرفوا معناها الحمد لله. المسلسل كل عام يعمل ضجه بالاحداث وزاد بالغنيات عملوا سمعنا كيف شبحت خيالك سبب شنو كان فما وماج كبير برشا لعب القادر مقداد ومسرحيه عمار بزور نحكيو على مكدوني احكي لنا على الغنيه هذه اللي عملت سكسي ودخلت في التوندونس معناتها مزيانه برشا الغنيه احكي لنا عليها. الغنيه بون بون مزيان باش نغنيو في السيناريو في الفلوكا باش نغنيو غنيه فهمني كيفاش خاطرنا في الجزء الاول نغني غنيت في الحبس غنيت مرتين في الحبس لا ثلاثة مرات في الحبس غنيت فهمتني في الليسان نتاع الحبس رؤية المخرج واختار الغنية واختار الجو هذاك خدمنا وانا اون باراليل عملت غنية سجلتها عجبتني كي عملت النهار اللي صورنا عجبتني الغنية قلت خلينا نسجلها ونهبطها في نفس النهار هبطت الميكينغ اوف هبطت بالميكينغ اوف الحمد لله خذيت بريمير توندونس وبعد رجعت الثالثة بعد عاودت رجعت الأولى الحمد لله بالنسبه لي انا الحمد لله يا ربي على الاخر وميرسي توت ليكيب النوبه وربي يوفق الجميع. ما حتى كان بالتمثيل لما كي تطلع بالتوندونس بغنيه جوك على الموندو جو على الاخر تحس روحك معناها سيطرت على لازم على زوز مسلسلات قويين فهمتني؟ معناها تطلع بريمير توندونس وبعديك تخرج تولي تروازيم بعد تعاود ترجع البريمير ديجا هبطتهم انا اللي كابتور في الانستغرام الحمد لله يا ربي حاجه ما اول مره تصير في تونس انا فرحان يوم فهمتني؟ وان شاء الله ان شاء الله المسلسلات الجايين يا ربي تولي كل مسلسل عنده الغنايه نتاعو تتلنصه في التلفزه هذيك قبل ما يبدا المسلسل كيما يعملوا مصر فهمت كيفاش تتلنصه غنايه في وسط المسلسل وغنايه في قبل المسلسل تولي فهمني هكا منه تيزر منها غنايه فهمني كملها تولي الناس الكل تولي بيوب اقوى فهمني كيفاش والموسيقى تولي موجوده فهمني حتى يكون مسلسل حزين تنجم تعمل غنايه حزينه ما تنجم تحوس في الغنايه معناتها في المشرق يخدموا برشا بالطريقه هذه في العالم مش في المشرق في العالم الكل اي غنايه تشوف اي غنايه اي فيلم عنده غنايته فهمني جوستومون الغنيه احنا نحبوها برشا اللي في عمري نحبوها وتحيه الفنان الكبير عبد القادر مقديد خاطر عمار بزور معناتها في ثقافتنا لقات سكسي كبير برشا رجعتها لدي جون ما يعرفوهاش معناتها ما يعرفوهاش انت باش نعدي اكستريم بعد انت عملت لنا مفاجاه ما جيتش وحدك جبت معايا كرموسه اللي عمل دور عتبه مرحبا محمد كرموسي صديقي محمد خويا كوميدي محلاه نحبه على الاخر انا يخدم في ستاند اب مع لطفي ومعايا في اكتشفت خويا انت وهذا الكل في الغنيه مدخلو هو صاحبي نحكي لك اكتشفت وانا في المسلسل في نقاط فول طياره على الاخر ممثل ويلعب بيانو ويغني وباراليل منش ما عندناش منهم برشا في تونس محمد صح شيبتك صح شيبتك نوفل صح شيبتك مرحبا بيك بيك عايش فوالا ابار الضمار والدنيا الكل تعزف العزف الاول معناتها الاول انا عملت مسرح وقعدت مهوش معناتها مهوش بين المسرح والموزيك دونك بعت على المسرح ومشيت الموسيقى معناتها من غير ما نشهد بعت على المسرح ومشيت الموسيقى ترى تسمعونا هذه مكدوني حبها لايف لايف نسمعوك فوالا في اللايف معناتها باش نسمعوها في المباشر حافلينها ليله من ليلي رمضان نعمل شويه جو العباد صحة شريبتكم ان شاء الله رمضان مبروك توفى الكورونا توفى الكورونا والبحر يرجع فوالا يا الميمه توا لايف في الراديو ان شاء الله ترجع لايف مهرجانات ان شاء الله صيف السنين حفلوها لو كان التوانسه ننضبطوا في هالايامات حتى الوسط جوان ان شاء الله وتبرى تونس ان شاء الله يا ربي نرجعوا الحفلات يلا يا يا سيدي 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 جيت نعوم الموج قلبني عالرملة ولا شقلبني جيت نعوم الموج قلبني عالرملة ولا شقلبني
ولا ما كادوني ستين درجة في العالم كادوني شوف المحاين شوف ولا ما كادوني ما كادني كان الكلام الدوني شوف المحاين شوف جيت نعوم الموز قلبني عالرملة والباشا قلبني جيت نعوم الموز قلبني عالرملة والباشا قلبني يا والنجوم يغيبوا لو كان نحكي للنجوم يغيبوا شوف المحاين شوف يا والنجوم يغيبوا البحر ينشح والصغار يشيبوا شوف المحاين شوف جيت نعوم الموز قلبني عالرملة والباشا قلبني جيت نعوم الموز قلبني عالرملة والباشا قلبني يا ولا نذبح روحي كان عندي موس نذبح روحي شوف المحاين شوف يا ولا نذبح روحي شكوا على صدري وشوف جروحي شوف المحاين شوف زيت نعوم الموز قلبني عالرملة ولا سقلبني زيت نعوم الموز قلبني عالرملة والله سقلبني برافو برافو يعطيك الصحة يعطيك عملتها قد الكليب يخي حفظها كيكة في الحفلة ما كان فرح بينا طول شوية وتحية الجمهور سمباتيك وشوف الكلمات الكاسحة متاع قبل أما السوفت ونضيفة بيه انتم اللي رابور تعلموا من أنا حبيت بالغناء ولا أنا كنويتها من الأول نويت العب القدر مقدار فهمني كيفاش فكرت انت معنا ريت هذا الفيديو نتاعو هو كبرنا عليه ونحبوه الممثل هذاك وان شاء الله يا ربي يرجع نقول له ديما راه قدرك عالي فهمني وراي تونس تحبك وان شاء الله يرجع وانا حبيتها معناها نهديها له لي هو فهمني كيفاش كيما الحلقه البارح هديها عبد الحميد بوشنق هديها اغنيه زاد لطفي زرمانة يرحمه معناها حاجه باهيه في مسلسل النوبه يا نوفل الكلهم فنانين هذه ممكن في بالهمش بها العباد أبس نحكي لك كرموس يلعب كلافيه أميرة الشبلي تغني وتلعب كلافيه بيانو يعني ربيع يلعب دي جي العبدو لله أنتو ما تعرفوا ريم الرياح تغني مونا تغني شكون آخر مازال بيوذي اللي مثل بيوذي يلعب جيتار حمزة بوشناق يلعب جيتار وبيانو ويغني إبراهيم اللي مثل ديما مع ماهر ذاك اللي عامل لحية اللي مثل إبراهيم فهمتني ابراهيم يسمع اذا كان يلعب باتري انا كمنسق نزيد كريم اللي يمثل كريم اللي مش شراني يلعب جيتار سيبيان والله كل الزكتور الكل ما يلعبوا موسيقى ماخذهم من نهج ابن رشيد كلها موسيقى جاي يبني يلقاها كلوب جيبهم الكل كلها موسيقى جاي عادي انا منشد ونغني مره وقت نعمله في التيزر نغني ساعات هي كي نبدا نحجم في لحيتي كذا نغني سمعنا حويزه الله الله يا بابا سمعنا لا ما نحجم بس سمعنا حاجه كذا احسن حاجه تغني ليه معناتها يخذ بخاطر الجمهور ليه ما نحبش فازه هكا تي انت عم تخذ بخاطر ما نحبش نحرجك كفنان معناتها يطلع صوتي يمكن يتكلم ولا لا ولا مثال اللي جاي من عندك مبروك غنيت لك انا الله الله يا بابا وسلام عليك اكيدها ما غنيتهاش اي فيرسيون جديده ما يخي تو يا اخي برشا كي جا الراب من الاول قال شنو هذم قاعدين يحكيوا ولا يغنيوا ديما اي فن جديد يرفضوه من الاول معناتها اللي حكينا معاهم في النوبه الكل حكوا عليك بالباهي الحمد لله معناتها على عكس ما نشوفوك ساعات اللي تبين بلابزي وتعمل عرك وتعمل مشاكل وكذا مانيش بلابزي ما نعملش مشاكل انا خويا اللي فما علاش باش نقعد شاده في وجهي في قلبي ونحكي معك وانا فهمتي عامل لي انت فازه تحب لي نضحك لك ما نضحك لكش غلط ماني غلط حسب رايك اي المهم انا باش نكمل جملتي معناتها كان نجم نقول جمله معك يعني ليماج نتاعك انك كل بلابزي وما تسكتش وكذا الناس الكل قالوا ارتيست وهكا ومشيخ الجو وحفلها ودنيا مهمشنا شويه اما الناس الكل شكروا فيك شخت في الخدمه هذه يعني عامل كيف على الخدمه حاجه على الحوايج اللي تخليك ديسيبليني بتقدر كان خدمه مش عجبتك راك تتلكش على الناس الكل لا جاي باهي عامل كيف
عامل كيف نجي في وقتي ومنظم وامور رهاني وتعدى مسلسل طياره مازال برشا ابداع باش تشوفه مازال برشا ابداع 30 حلقه خاطر المسلسلات الكل تنقدوا سنة كان انت كنت قاسي برشا على 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 والله انا والله طاهر نتاع 27 طاهر جزيل والله لا طاهر راهو خويا وانا ونحبه والله تحيه لي حتى نحبه برشا نحبه طاهر وكبرنا عليه انا جوست كتبت كوم كتبت ستاتيك كبرنا عليه كوم ماهوش كبرنا على موزيك ماهوش باب الحاج يا ما كبرنا على موزيك وقت اللي هو عم يعمل في الليجينيريك انا مازلت نقرا معناها مازلت معناها ما هو بدا صغير ماهوش كبير برشا صحيح كل واحد ياخذ حقه اخي زاد شنو لا ما هو كبرنا عليه نحسها نبذه اكثر من الشكر لا 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 ما نقصدش كبرنا عليه معناتها كبرنا على الفن وتفضل اي زين وفت تحب تو فهمتني انا كي هبطت ستاتيو هبطت حكيت معناها اللي فما اول واحد غاضتني خاطر في الوطنيه عمرك شريتني قط حاجه في الخاص انا ما عنديش حق انا مزيك مثلا ما لازمش نقعد عليها حاجه ننقد في ابني كانوا على الوطنيه هذيك خاطر نحن تخلص ولازمك تورينا حاجه باين قطع الحاجه هذيك سينو معناها كيما امير دريدي خد برجو اللي صاحبي وعشيري وخدم معايا في سيت كوم وخدم معايا في كليب فهمني كيفاش وتحسوا مسكين حط لي فما فهمتي وفي حاجه فهمت كيفاش هذيك حاجه اللي تغيظ انا كي حكيت هكاك على اصحابي مثلا امين ما حبيت اعطاه على الاخر امين ما تحسوا يعني في حاجه واحد وما لقاش شكون فاهميه فاهميني ولا تحسوا في البحر صحيت هي هذاك عليك معنا عباد تعبت علاش هكاك تجي هذاك اش نقصد سينو طار ما قلت له حد شيء انا قلت موزيكا نتاع موزيكا نتاع ميليتاري لازم تكون كسوح معناها افهموا يا ناس ميليتير يزم فمعنا من نقصد هكاك ما تجيش لي فيولونات وما تحسها قمرة محروسة ذاك اللي قصد مش معناها مو موزيكتك خايبين هو العمل الكل هز بعض وما فماش حاجة معناها يزم تهز يزم تتوضح كل شيء وكاو وطارق جزيني قال لك كافون ينقد في اللي رابور في الدنيا جاي مثل دوره لاثنين ولا ينقد فينا ياسر لا لا ما مثلتش دوره لاثنين انا مثل مثلت ثلاثة مرات وديما نمثل وعامل برشا موزيكات وكليباتي بركة فيني عامل برشا تمثيل في كليبات شوف على عجلة عامل سينيماتيك برشا حاجات هذيك انا عارفك ممكن قلت انت ما قاليهاش هو هو تعرفش قال هذه قلت انت ليه انا قلت هكا راهو يقول ما قاليهاش قال كافو ما سمعها سمع الجينيريك خاطر قال عطاك فيق من التقليع عطاك يسمع هو قال معناتها يحكي كانه ما سمعش الجينيريك خاطر الجينيريك من بعد قال انا مانيش نجاوب خاطر في بالي ومضطرب ومريض ما دخلش المرض وما دخلوا حتى شيء انا مخي نحكي معاك وبلسان ما حبيوش ماشي في التعظيم خاطر نجم تمشي هكاك فهمتني اما نعطيت راي خويا كان راي ما عجبكش سامحني راك خويا الكبير وسامحوني خويا فانسيت كان حكيت كنت قاسي ما انا حكيت خاطر في الوطني ونعرف تعب نتاعكم وكا وما نقصد حد شيء جوستو معناتها الحكايه معناتها وي ما فما حاجه لساعات واحد ساعات كيما لازم لازم تتقال بس ما عادش تتعاود خويا كان الناس الكل تتعدى مرور كرام بروجي كيف هكاك انا خاطر تنجم تصير علي انا غدوه انا نوفل لازم تصير على اي ممثل اخي فماش ممثلين حصلوا فيه ممثلين كبار حصلوا فيه الواحد بما فيهم الموسيقى سينو مثلا رمضان تراهن قبل ما تجي قبل 11 رمضان السنه معناتها شنو الكودكور الحاجه اللي عجبتك شخت عليها وشنو الديسيبسيون نحي لي 27 وشنو الديسيبسيون كلهم كودكور احتر تيزيني من كلهم باهين والكلهم ليه انا اعطيتك على 27 قلت لك تاعب وكا ما سينو في شنو الكودكور معناها كل ممثل ولا الدور ولا والله اللي انا فما شو نقول لك حاجه شخت في النوبه على الطله اللي عملتها رباب وبيكا فهمتني الطله نتاعهم احلاهم البنات ومونيا زادكم باش تشوفوها بون بالاخي ممثلين كبار يعني معناها ما نحكي لك على الطله نتاعهم اللي هي حاجات عجبوك انت حاجات باهيه جهاد الشيرني سنة خويا فهمتني جهاد الشيرني بلو قلع كذا طله كرموسه زاد الطله نتاعو تحفونه على الاخر فهمني كيفاش هكاهو وقلب الذيب تحفون شنو حاجه الديسبسيون تمنيتها خير انا قلت لك فرقه تاع 27 سيبنا من 27 هي ذاك الاخرين كل باهيين هذاك برك تمنيت يكون اكسح هكا باقي راني كل عكيم عامني وعامني والجونه باهي مسلسل صحيح ولا لا مع انا شنو موضوعي كي نحب نقول معناه نحب عم جي تبدا مع الكونكيرونت قويه فهمتي مش هكا تبدا فاهمني ولا لا باش الناس الكل نصلحوا بعضنا نحن لي رابور قبرك صلحنا بعضنا في الكاليتي ديماج ولات الكل تتعاند في الكليبات نحب هذاك يصير هذا راي كتونسي راني ما عندي حق نقول الحكايه هذا نحب تولي عندنا حاجه لا عندك الحق تعرفش علاش خويا لي تكنيسيان اللي يخدموا في مصر توانسه لي تكنيسيان اللي يخدموا في الخليج توانسه لي تكنيسيان اللي يخدموا في لبنان توانسه تعرف الشيء هذا ولا لا في بالك ولا ما في بالكش فما تكنيسيان في بالك ولا ما في بالكش يا عاد كنت عندك هذوما اخويا تهبط ماتير خايبه معناها نحشم على روحي يعني.
عنا دمادم الور نعطيه الفرصه. كيما الوطني ما فيهاش دي سيناريست، ما فيهاش دي كادرير، ما فيهاش مخرجين، ما نصورش البنيه هذيك الكل والانسبيراسيون. شبابك ما احلاهم يطلعوا على المنار والشيراتون والصبخه من غادي. كيما تجيك الانسبيراسيون غادي ومش تجيك بابا خاي. هي كانت الجامعه العربيه مش ماهيش بيروات تلفزه هما بصراحه. تمام فاهم، بيروات تاع خدمه مش نحب ولا نكره، بيروات خدمه. معناتها كان نعطيو كبير وغادي تعطينا برشا موسيقى مزيانه. اي باس تخيل بلي هكا صباح خير شيراتون مش شباك لا صباح خير صبخه مزيانه صبخه نتاعنا علاش حب ولا نكره. كان جات محاطه صبخه معناها كان جاو البلايص محاطين بها طوروهم ونظفوهم وبناو بالكدا راهي خرجت طياره ولا غالب. في 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 دقيقه برشا زاده لموك على الكلام اللي قلته انك خرجت، قلته في الاذاعه قلته في التلفزه، خرجت من جديد على خاطر الشخص المشرك وكذا. قالوا تصريحك ياسر اوزي وسكيزوفرين، ما قالوش شيخ، قالوا كافون الانسان اللي ما تحياته ماهيش كلي مثاليه برشا. هذه راي اشتي مش مثاليه. تشوف فين ننطر خويا ولا مستح اي معناها شنو خويا فاش مش مثالي. انا كان غلطت، راني غلطت مع روحي، ما غلطت في حتى حق انسان. كان فما واحد يسمع هاني خويا يطلب، كان انا غلطت معاه، ما غلطت مع حتى انسان. واضح. انا عطيت رايي خويا، تحبوا تفهموه كموسى اللي هو، تحبوا تفهموه اللي تفهموه. انا الانسان هذاك اكتشفت له هو تدجيل، مانيش في شخصه، هو ربي يهديه. انا ما عندي معاه حتى مش امل. ما الفازت هذوكم نشوف فيهم تدجيل. بعد التصريح هذا برشا قالك ينجموا ما عادش عايدك حد ككرونيكور، مش لازم ياسر صريح يا خويا. مش ليه باش نعملوا هنا قاعدين نمسك وخي. انا كرونيك عملتها تم اكسبيريونس وشيخت عليها وقدم تحيه لامين محمد علي دمق فهمني وميقال وزياد المكي والولاد. ما جيتش انا بالسيف، خدموني اللي يحب يخدمني وانا صريح مرحبا بيه، واللي ما يحبنيش صريح ربي معه، والصريح مريح. فوالا خاطر احنا في تلفزيون ساعات الصراحه يلزم تجد ثنيه برك. كان بالشده بتدي ما غير صراحه ومفني بالواحد هكا ما نش نصلحوا الوضعيه نتاعي. لازمك غلط غلط صحيح صحيح. انا هاني كي نغلط غلط، قلت راني غلط. هاني غلط فيش غلط وانا قبل معنا قداش مره حاجه تقول لي غلط نقول غلط ارجع لي زين فهمني كيفاش غلط غلط هذا الكمال ولله. فما حاجه صحيحه يا غلط غلط هذيك هكا هكا علاش نقدو خي. الاخبار تجي لحداش وبعد الاخبار باش تسمعنا حكايه اخرى. سمعكم بعد الاخبار سمعكم كرموسي عاد. كرموسي عنده غناء عندك به نحفله بعد الحلقه. رجعنا لكم في رمضان شو، اهلا وسهلا بكم معنا كافون واحد من نجوم رمضان سنه في التلفزيات التونسيه. بعد شوي باش يجينا قبيل سياري باش نحكيو زاده على ولاد مفيده. دونك الاداء نتاعك ممتاز معناتها سبونتاني على طبيعتك، ما نعرفش تمثيل ولا على طبيعتك تمثل. لا هذاك هو الرول نتاعي، لازمني يكون هكاك باهي مع الاولاد. اما لا مازال المسلسل ما كملش، عندي فازات معناها انا الرول نتاعي باهي مع اصحابي. حراق صحيح يريسكي كل شيء، ولد بحر وما ما 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 نستقبل صحابي، صحابي كل يجيو لداري، هذيك داري لا الخربه فهمتني، هذيك داري والدومين هذاك ولديك الكل نتاعي وكلهم ضياف عندي. كان عتبه يخدم معايا اللي هو كرموسي ذبح لنا تو، هو برك يخدم معايا، بقي كلهم ضياف. كوجاك معناها ضيف فهمتني، دعبس ضيف يجي يطلوا وجهي كيف كيف مقطع من المدينه جاب حذايا انا معناها تخبى فهمت. كل واحد وكيفاش. بالله محمد ترى سمعنا بال سمعنا حاجة هكا مورسو هاي عاتبة ستي اختيار نحبها برشا. اي ستي اخ ولا سمعنا في لايف احنا هنا سمعنا يعطيك الصحة. اخترت فيروز اللونتي راب الضد متاعكم معناتها
فيروز معناتها مش موزيك انا تراب. قبل فيروز حبيتها كي كنت تخدم في القهوي الصباح هكا القهوي كنت يحط فيروز الصباح ومن بعد خذيت بلاصتها تو هي فنانة قديمه وكبيره وكل شيء وطيبه انا زاد على موزيك عليها اما انا نشوفها تو خذيت بلاصتها بالنسبه لي انا هي اليسا حبي اليسا على الصباح على الاخر اي اما لو ما شنو هو اليسا انا تو نحكي لك ما واحد يمخي بالسوق ديما فهمتي زقوق وزقوق ومش بد البوزه معناتها تو مثلا عبد الحليم وهني شيء ما خذيش بلاصته اما في نحن نحكي لك انا تو عندي سبعة انا راني وورد ميوزك نغني مانيش رابير شبيكم ديما تقول جيب لي ديما تو باش نقعدوا نتعارفوا على ديما تعاودوا فيها خاطر الناس تي مصنف في خانه لي رابير باش نعمل لك مصنف مش بيك على صاحبك خاطر هذه لا ساعات واحد يجي عامل موسيقى يسميها حاجه اخرى تي مو في الكاتيجوري في الموند اما وورد ميوزك هو الكل معناه راب شون ولا تبدلت مع الراب هو الاولد سكول الحديث بركه من غير شون اذا كان لقيت شون مع الصنفه مع الراب فهمني كيف نجم تمشي في الليرن بيت نجم تمشي في وين تحب انت في السول فهمت كيفاش اللي باش يفهم المواطن البسيط يفهم ديما كافو خاطر غنى مع حمزي وغنى مع جيجي وغنى مع رماسه وهذوكم كلهم صنفين راب هذاك باش جديد اما انت كيما فيروز واليسا باين كو فيروز ما تعني لكم شيء معناتها تغني صباح وكهو معناتها ما علينا كبيره بعثت لك يا حبيب الروح بعثت لك روحي كمل همش هكاهو والله فيروز كنت عامل بالدوله مع فيروز والله توكا نعتذر الاحبه فيروز على كيف عملت اللغه نعتذر خايب عملتها انا توا ليه اما انك في موند بعيد على فيروز غنيتها باش تحكي برشا على زويلة وزويلي وتغني عليهم على ما رينيكش الفتره الاخرى مع الفنانين اللي عملوا حملات وتبرعات وكذا لا خويا انا ما عندي ما كذبش عليك ما نسوقش خويا ما وبتعب شويه وعندي اموري وعندي عيلتي ما نجمش ندور مش كيما الناس الكل فهمني كيفاش افهموا السيتياسيون معناها مانيش انت تنجم تدور انت شبيك ما عملتش هاك معروف ريتاني مريتك في شيء لا ما اي علي لا اي ما عملتش بتصاور اي هي انا ما عملت اللي شفتني عملت بتصاور اي جوست مو معناتها انا ما نحبش انا ما نحبش بيني وبين ربي هذاك بيني وبين ربي انا ما نحبش اني نعمل نقول في الفيسبوك بخاطر خذيت بخاطر رمزي هل تعلم جاء الحومتي عندك انت لا هذاك نزل جاء الحومتي هوني نبرح ونعيط للعباد هبطوا عاونوا وزاد جاني سحري بحري ميسيون مع هادي نقدم له تحيه هادي سعيم كيف مشيت معاه قضيت عبينا التلفزه وفازيت هكا والاخر البقيه الاخرى بيني وبين ربي انا مانيش بس نبدا نفرق في المليارات انا انت لاباس عليك اما في الازمه هذه تعاني من ازمات ماديه انت ولا الحمد لله عديت معناها من خاطر انا مانيش عيلتي وحدي عندي معايا عيلتي عندي امي معايا لا مش نسال تو على الفنانين اللي نسمعوا فيكم معناتها الحفلات وقفت خاصه عامه كذا ولا ما نكذبش عليك الكذب على ربي منا بنعمه ربي كف حدث انا خويا فضت هي اللي شريت اليوتيوب مشني انا برك سلك جيب لي الاولاد الكل تاع لي رابور واسالهم اسالهم الكل اللي رابر اللي معناه اللي يعيشوا من اليوتيوب فضلت لي اليوتيوب والخدمتين الاخرانيين اللي خدمتهم وقت اللي في الحجر الصحي خدمتهم بالكريدي احمد العوني نقدم له تحيه خباب جبالي قلت له نخلصكم اول ما تدخل ادري نتحرك شوي نخلصكم قالوا لي اوكي خدموا لي التيتر نتاع الغنايه هذيك تاشي فيه ومشاكل الخدمه لي خباب خدموها لي بالكريدي والله وما عندك على شنو يتحلف ما عندك على شنو يتحلف اي هاك ما في كليباتكم معناتها ياسر ضخامه ودنيا وكراهب ولبسه هذاك كله معناتها لاباس بيكم على كل مسلسلات اكسسوار زاد فما لي اكسسوار مسلسل ملا واحد كيسوق جاكوار في مسلسل معناه نتاعو مش نتاعو هذيك تابع المنتري تاع الخدمه اسحاق كهربي كلم كهربي اسحاق مريول ولا مش انا ما نحكي مهم حتى الناس الكل مش حياتك هذاك حاجه من جو الاغاني معناتها هذيك الجو من الغنيه هو عاده الاغاني يا فقر برشا يغني برشا ديما تعرفوا بين البنين زاد تسير زاد بين البنين شنو المشكله في تسير بين البنين لا معناتها اللي رابور ينجم واحد مثلا تو كيما شافوني الزوالي مثلا بلتي في الكليب اول مره يخدموا في كيوسك ومن بعدك تخيلوا واحد يقول لك في معناها هاك تبع سيناريو هي جوستومون معناتها انت ملي رابر الكبار معناتها وضعيتك تتسمى متوسطه برشا رابرات هكا ولا لاقين مشاكل ماديه ولا لا برشا الكل بريسك مش برشا الكل خاطر واقفه برشا عندهم حد ما يعرف برشا عندهم برودوي وما ينزلوا ما صوروش ويستناو فهمني كيفاش في الكوما الكل باش نحكي لك راهو يعلم ربي كلها راهو من اليوتيوب راهو اليوتيوب تعطيه يعطيك جوستومون اما انك اليوتيوب راهو كيما البوت كيما واحد عنده بوتيك معناها تهبط سلعه تبقى ما يظلمش ما عندك سلعه ما دخلتش فلوس علاش انا تشوف فين هبط انا ورا بعضه تضرب ولا ما تضربش هبط غنيتي انا خويا باش نجم نسقط ونعيش ونجم نعمل كليب ونلقى روحي عم بالمارس نتاعي على روحي
فهمتي؟ مهرجانات هذيك تجي كان حب ربي مهرجانات ان شاء الله مهرجانات معك خدام الناس معك عبيتك في الخبز مهرجان مش وحدين معايا صونو قداش من واحد يخدم فيه معايا شوفير معايا ستاف فهمني كيفاش هذيك كلها عائلات تخدم معناتها انه كافون يقول لك كرديت الاغنيه الاخرى معناتها سي تدير انه عايش قد قد قلت لك والله لفتك والله هنا قلت لك سالوني الفلوس قلت لهم تنخلصكم قالوا لي اوكي مش معناها راني على الحديده مش معناها راني على الحديد مش معناها راني على الحديد معناها اللي عندي انا توا ما نجمش نخلصك منهم خلصك اصلا ما تعرفش وقتي باش نرجعوا صحيت نجم نضربوا ست اشهر ولا شهر الله اعلم صحيت هكا تساني اول ما ينوب ربي قال لي اوكي معناها الكل اخذتها بخاطري ونرمى الاولاد الكل معناها ما معاملتنا باهية ديجا الحمد لله مازلتك احتفلت بالمليون ابوني على اليوتيوب بالصيف احتفلت بيه اي معناتها احتفلت بمليون ابوني تا مليون و200 الف مليون و200 الف اما فما ثلاثة اربعة بعدك فاتوا المليون معناتها اسهل الكل هما هبطوا برودي بعدين ما هبط نحب نقلعوا انت تحكي على صنفرة وسمرة عادي قولها معايا انا قول انا اخوات الكل ما بين هي راهي تدور ما تعرفش عليها راي موسيقى رانا كنا اخوات وصحاب لا وهما يعملوا في برودويت يعملوا في برودويت ليه هي دور معناها مشي مره عند بالتي مره جات عندي انا مره مشيت عند سنفرا مره مشيت عند سمرا مره رجعت لرماسه من هذيك هي موسيقى كل مره واحد وش يعطي فهمني كيف سينا كنا وخيان معناها وحاجه عاديه ماني خذيت انا الذهب نتاعي وخذيته بعد بالتي انا اللي يعني اللي خذيته انا الثاني ومن بعد فاتني ما فاتنيش انا الاولاني اللي جبت الذهب تحب تحكي انت سينو عادي فاتوني الاولاد وهم قلت لك خدموا بعد هبطوا برشا موزيك خاطر انا بعد نحب نقلع مهبوله هبط شويه موزيك برشا كليبات ما حاجتش شي خاطي ما ركزتش فهمني كيفاش والموزيكا تعرفها ما تعرفش على كيفاش تعطي كيما المسلسل كيما صحيح كيما ميسيون زاد نجم تعمل لي ميسيون تطلع لك نجم نبذل فيها مجهود وتفشل ونجم نعملها بظفري وتنجح ما فما حتى لوجيك هذه أيه. راهو رزق راهي الموزيكا رزق. كل شيء رزق اي حاجه باهيه في الدنيا هذه رزق ان شاء الله واي حاجه خايبه زاد رزق باش يوريك ربي مش معاش تعاود باش يختبر الصبر زاد بتاعك بعد ما اعلنت انك تعيش في قصه حب وباش ترتبط عن قريب وان شاء الله ربي يهنيك وان شاء الله مبروك فمش كنت كلمك اتصل بيك هنيك كم اصحابك من حاجه تينا عندي اصحابي القراب في بالهم بيا في بالهم كاهو ما عادش يهني وهنيني فهمني انا راجل كبير فسر ما عادش تهني وبعضكم الشباب يهنيو اما اصحابي القراب شنيا هنيني ورا ري وصل الداري انا علنت بحديك تولى حتى سالتني نهار السبت عاودهم لي الحكايه اليوم شنو حكايه مع على انك قلت لي راهو راك ماكش لك كافون باش يعرس تتقال خبر يا اخي ماكش اللي يجي كيما انت تعرفت وعرست انا بدي متعرف والناس في قصه حب ان شاء الله باش نعرسك باش تطلط ان شاء الله ربي يهنيك وش بك تدوين عليا كي نجبد مواضيع هكا معايا خويا ربي يهنيك خويا وانا تعرفني نحبك ونحب لك الخير ان شاء الله فرحه العازب اخي شبيني انا قلت لك ما تحبش ليش الخير يعني كما احكي لي في الموسيقى بينتو شنو عندك جديد كفا عندي جديد تو قاعد نحضر في الالبوم ان شاء الله بون نكملوا رمضان هبط الاغنيه هذه باش نطيح شويه ونكذبش عليك هبط زوج اغنيات في الحجر راك ريتهم معناها الحمد لله مشاو تو باش نركزوا كان حب ربي المهرجانات كان فما ان شاء الله فما فيلم بوتيتر فما مسلسل سي بيان فهمتني ربي سهل وانا نتاكد وانا نخدم انا شويه موزيكا ندبر في روسنا شويه موزيكا شويه تمثيل على شويه كرونيك انا وربي يعين الناس الكل ربي يفضل ربي يفضل انا ندبر في روسنا اما انا شابو با اعجابي بالليتا ديسبري نتاعك تبارك الله معناتها تجي تعطيني انرجي باهيه تبارك الله عليك تعمل مع شعاعتك حتى حد في الكرونيك لا قلت مشيش تخاف مش علاش نخاف معناتها ما هو تعرف صريح برشا صريح مريح صراحه راحه والصريح مريح ولا ما نحبوش برشا سي محمد يعطيك صحه وانت وان شاء الله كرموس اخويا عتبه حبوا برشا ومحليه وموزيك جي ويمثل اخويا ما حكاش برشا راه حشام يا الساده مقبيله راه ما يحبش يتكلم يبدا معايا واحد يبدا يتكلم انت واحد مع كفون ما يلقاش سباس باش يحكي اخي راك ما سالتوش اسالوا انت اخويا اسالوا على مشاركته على النوبه وقول له شبيك وكذا تسال فيا انا برك انت مسالتك شنو قلت لك معك كافون واحد هو انا ما لقيتش ما نحكي معك باش انت يعطيك الصحه كافون ان شاء الله ديما ناجح يلا خلينا رمضان مبروك ونقدم تحيه لاصحابي الكل نحب نعمل ديديكاس لتيسير القصوري الشيف في دبي هو وكادو ريم ونقول لكم يعطيكم الصحه اللي عملوا فيه برج وليا ريت اليوم فيديوهات كيفاش اللي بتوانسه وامور كل شيء فريمون بالحق توانسه برجاله كان في تونس كان برا نسلم على الفا بواب وريان فهمتني و
وسفيان سيالة هذوما ان شاء الله باش تعامل معاهم في الصيف كان حاب ربي، والاخرين هكا في البريفي نحكيو سينو ارماسا ارماسا هي اللي فما انا معليش بنخاف نرزق بيد الله ارماسا والمهف نقول لهم ميرسي بوكو على الموسيقى اللي قاعد تولي نتاع جيت نعوم. نحبكم برشا لي زامي بالتي نسلم عليك برشا جيجيا نسلم عليك علي الاولاد الكل حما غراب الكل الاولاد نسلم كاسو كوكي يا ربي يعطيهم الصحة كل ربي معاكم الأولاد ونتقابلوا إن شاء الله في الصيف وتحية تونس وربي باقي علينا الستر إن شاء الله ربي باقي علينا الستر ونرجع حبك برشا ما حلينا انترفيو معاك في اللايف وكا ما نزلتش عليك لايف نعم حشم تكشا قاعد يتاك لبيت لنزلت لنزلت خويا خويا ربي طول نعم ربي فاضلك مرسي مرسي صديقي.